فهي اختار الدنيا تنعي أهلها فيها. قال لها عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. قالت له يا هذا أنشدتك بالله وبمحمد ابن عبد الله. بطولي بيرت لقي برجونا بدي خلص طب بتسل ايديك وبدك تخلصي يا ليلى اختها امي كنتم لا بعده وصاحب لا بعد شوي اسمه تصور الروحات بسم الله أجينا تركي هاي بلوكي سام يا جميعا يا تأخذني إلى أخية النساء لأنني أعذب ابنتك زبيدة في حرم النار ثم أن العباس حمى الشريفة ثم أتى أبا عبد الله أي عمي العباس والهد والناس من تعلم طعنا يا مسكنا ما تبعي يا Thank you.
وانو يين يعطينو بطلة لا حقيمة ميحة الحقيمة لا يا محالي عم تعملها شايش لا شد عالمی و تفید من یا من بی دل و غم غفلتی که ز چشم پر ز فسون تو همه جا ز السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله